غفلت عليكي. مثل ما سمعت بدي انزل على السوق اقطع شقفة قماشة لياسمين مشان فصل لها اياها تفصيلها تستطاع. يا امو ياسمين خدامة عنا، بتشتغل عنا، انت ليش عم تعامليها كأنها بنت من بناتي؟ ولك ست حلقك. ايه بنت من بناتي بدي احسبها طبعا، لانه شايل البيت على كتافها، جلي وطبخ ونفق وكل شيء بالبيت، وانت مساكن اقل منها ما اقطع لها شي شقفة في الرحلة قلبها. امشي الحقني. هذا الناقص والله، نشتري اواعي للست ياسمين. كل هالقد بتكرهني وقلبك مليان مني؟ لك ايه بكرهك وبكره الارض اللي بتمشي عليها. معقولة؟ معقولة؟ لك بشوف عزرائيل ولا بشوفك كمان؟ الله يسامحك يا رب. لك اوعك اوعك تجيبي هالكلمة على لسانك مرة تانية. أنا ما عندي بنات، لأنه البنات ما بيجيبوا غير الإهانة والعار لأهاليهم. لك أنا بكره البنات، بكرههم كره العمى. لك أنا جبتك لهون وشغلتك خدامة مشان أمسح فيكي الأراضي ومرمطك مرمطة. معك حق يا أبو راغب، البنات بيجيبوا العار، بس لو كان الله خالقني صبي كنت قدرت اشتغل ورد لك الصاصة عين. مشغولة؟ وبشو مشغولة بقى يا بعدي؟ هاتي لشو هلا عم تتمسخري؟ يلا معلش الله يسامحك بتموني. لك لا والله مو هيك القصة، بس كان في عندي تفصيلة لكذا عروس، وهلا كمان بس اطلع من عندك بدي روح على بيت جماعة اخذ لهم قياساتهم. ايوه هلا المهم قولي لي كيفك انت شو اخبارك؟ على حطة ايدك، ما في اخبار جديدة ابنه. يعني لهلا ما لقيتوها؟ لا والله، كل يوم اخي عمر من على بكرة الصبح بيطلع وبيدور عليها يا حرام. والله الشيء اللي عم يصير معكم بحط العقل بالكف، بيقطع القلب من جوا. يلا هلا قومي اعملي لنا فنجانين قهوة، جاية هيك اقعد على الناشف انا، قومي. يلا تكرم عين. يلا حركي اواه. يعني ما صار الا وكسرتي كلمتي وعملتي اللي براسك وجبتي لها قطعه قماش لست الحسن والدلال ياسمين خانوم. ابن عمي ليش هيك عم تحكي على ياسمين؟ والله حرام عليك، ما بكفي شايل البيت على راسها؟ لك انا بس بدي افهم، انت ليش مهتمه فيها كل هالقد؟ اذا نامت، اذا اكلت، اذا جربت. لا حول ولا قوه الا بالله. هي البنت يتيمه ومقطوعه من شجره ما لها حدا، يتيمه، واما اليتيمه فلا تقهر. يلا اختي ثواني وتكون عندك الميمة. ايه ولا يهمك. عن اذني اخي، بس من بعد اذنك ممكن اسالك سؤال اذا ما عندك مانع؟ ايه تفضلي. اخي منو هي الصبية اللي مرقت؟ لان اول مرة بشوفها عندكم. هي خدامة بتشتغل عنا هون بالبيت، فقيرة ومعترة وعايفة حالها ومقطوعة من شجرة، واسمها ياسمين. ايوه ايه لا تاخذني، لانه افتكرت اختك وكانت مسافرة. ولك العمى بعيونك، انا شافت خدامه بدها تكون اختي. ولك انا راغب ابن عبد القادر الكافي، تضربي بهالموديل على اختي. عبد القادر الكافي، هاد اسم خاله لعمر اخو يسرى، معناته ياسمين بتكون. اهلين اهلين يا ميت، مرحبا. يسرى جوا، فوتي لعندك. لا بدي احكي معك مو مع يسرى. معي انا؟ ايه معك يا اخي. مريني اختي مريني. اختك يسرى خبرتني انك عم تفتش على شيء مضيعه من سنين، مزبوط هالحكي ولا انا غلطانه؟ مزبوط. واذا ما خاب ظني اسم خالك عبد القادر الكافي، مزبوط؟ ايه مزبوط، بس خالي برات الشام مانو هون. لا غلطان يا اخي، خالك ساكن هون بالشام بالحاره اللي بجنب حارتنا، وبالعلامه اسمه ابو راغب، والامانه يلي بدك اياها عنده. ايه ليه سكتتي؟ كملي من شان الله. وبنت خالك ياسمين عم تشتغل خدامه عنده بالبيت، إله ولمرته ولابنه. خال، وشو عرفك فيني لحتى تنادي لي خال؟ أنا عمر، عمر ابن أختك شفيقة الله يرحمها، وهي يسرى أختي.
وشو ذكرك فيني بعد كل السنين؟ جاي بدي منك الأمانة اللي أخذتها من أختك الله يرحمها قبل ما تتوفى بكم يوم. بدي خلصها من جبروتك ومن ظلمك. سد نيعك واحكي على قدها. ما بدي سد نيعي. وين ياسمين؟ ابن عمي شو القصة؟ شو ياسمين؟ شو القصة؟ ما في شيء، لا تتدخلي بشيء ولا تحشري حالك بشيء. شلون ما بدي احشر حالي؟ مالك سمعان شو عم يحكي؟ بدي افهم. خلص شو عمل لك؟ مرت خالي أنا بفهمك شو الحكاية. خالي قبل ما يتجوزك كان متجوز وجاب بنت مثل القمر اسمها ياسمين. يعني ياسمين بتكون ايه ياسمين بتكون بنته لأبو راغب، بس هو لأنه ما بيحب البنات شعلها هيك مثل ما هي خلقها تامة وكب على باب الجامع، والله أعلم شو عمل كمان. ياسمين بخير وما فيها شيء. بدي شوفها. ليكني أنا هون إن شاء الله يا عيسرا، إن شاء الله خديني معك، بشتغل عندكم خدامة، إن شاء الله يا أمن عم تاخذوني معكم. يا ياسمين، أنت ما بتكوني خدامة. أمي الله يرحمها وصتني وصية. وصتني أدور عليك بكل مكان لحتى ألاقيك وأكتب كتابي عليك على سنة الله ورسوله. إذا أنت موافقة فوتي ضبي أغراضك وأمشي معنا. استني استني يا بنتي، لك انت شو هالعملة بتعملها؟ كيف بشي من قلبك هيك بنت تعمل فيها هيك؟ كيف؟ بنتك هي؟ لك ليش ساكت؟ بعد ما ولدت وتقمطت اخذتها مشان حطها على باب الجامعة. ساعتها ما بعرف شو صار لي، اجاني شعور انه لازم انتقم منها ومن امها. اخذتها وحطيتها عند اختي، وكل فتره وفتره اجي شق عليها هيك لحتى صار عمرها 10 سنين. وساعتها تجوزت والله بعت لي راغب، فرحت كثير كثير. ومن وقتها قررت انه اجيبها لعندي وشغلها خدامه مشان زلها زل ما بعده زل، وانتقم منها ومن امها. يا أمو ياسمين ما لها طلعة من البيت. معناته أنت راغب. شو قصدك بكلامك؟ قصدي يا عمر ياسمين ما لها تطلع من البيت لو هي مرية فاتحتها عليك. سامحيني أختي، سامحيني أنا غلطت بحقك، بس أنا ما كنت بعرف منك أختي. الله وكيلك لو كنت بعرف ما كان صار اللي صار بالمرة. بس اسمعي هالكلمتين، أنت من اليوم ورايح بحمايتي وبحماية الله، وطول ما أنا عايش ما حدا حيقرب مني. ويلي عجبه عجبه، ويلي ما عجبه هاي حيطان البيت كله ينطحها. جوازتك حتم على عمر وبإيدي أنا. الله يخلي لي إياك يا أخي يا رب. الله حياك يا ابن الخال. يا هيك الرجال يا بلا.